الحكم الشرعي الصادر اليوم على الشيخ يوسف الأحمد؟ هو أنت أسميته حكما شرعيا، الحمد لله هذا حكم شرعي قضائي، القضاء في المملكة السعودية قضاء شرعي، فنحن لا نتكلم عن القضاء، لا نتكلم عن الحكم، لكن كل الذي نملك أن نقوله، الملك عبد الله وفقه الله تعالى ورعاه وأيده ونصره، بعد شهر من الآن بضعة أيام إن شاء الله تعالى يتم له 7 سنين وقد بويع بيعة شرعية ملكا على البلاد وخادما للحرمين الشريفين وإماما للمسلمين. فنقول من برنامج هذا المقام الأمين إنني أناشده أي الملك عبد الله وفقه الله تعالى ورعاه بالعفو عن كثير من إخواننا المعتقلين المحكوم عليهم وغير المحكوم عليهم، في مقدمتهم الشيخ يوسف الأحمد والشيخ خالد الراشد والشيخ سليمان العلوان وكثير من لا تحضرني أسماءهم، وكثير من الشباب الذين بعضهم غرر به ووقعوا فيما وقعوا فيه. فما بالك بالعفو عن أهل الفضل والعلم والصلاح والديانة، أمثال الشيخ يوسف وأمثال الشيخ سليمان العلوان وأمثال الشيخ سليمان العلوان وأمثال الشيخ سليمان العلوان وأمثال الشيخ سليمان سليمان العلوان، بوابة محارق الشباب في العالم الإسلامي. من الذي غرر بشباب الأمة الإسلامية؟ من الذي أجاز العمليات الانتحارية؟ من الذي أفتى للشباب بقتل أنفسهم؟ من الذي فجع قلوب الآباء والأمهات على أبنائها؟ باختصار إنه سليمان بن ناصر العلوان. ولا استطاع منا يقدم أحد نفسه في عمليات استشهادية، هذا عمل طيب يستر سعيه ونرفع له الشهادة. نعم. ولا استطاع منا يقدم أحد نفسه في عمليات استشهادية، هذا عمل طيب يستر سعيه ونرفع له الشهادة. نعم. ولا استطاع منا يقدم أحد نفسه في عمليات استشهادية، هذا عمل طيب يستر سعيه ونرفع له الشهادة. نعم. وقال سليمان العلوان في فتوى منشورة له عبر شبكة الإنترنت: والمقصود أن العمليات الاستشهادية القائمة في فلسطين والشيشان وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين هي نوع من الجهاد المشروع وضرب من أساليب القتال والنكاية بالعدو، إلى آخر كلامه. لنشاهد الآن نموذجا واحدا من ضحايا فكر سليمان العلوان ودعاة الفتنة. تكلم ما عندك تكلم ذات التوصف وانا الله أوصيهم بالثبات، أوصيهم بالدقم، الله بالدقم يا أخوان، الله أكبر، حدثوا نفسكم يا أخوان بالشارع، الله أكبر، والله أسرع طريق إلى الجنة، والله كم قاتلنا معارك ما لقينا شيء، قلنا ما في إلا الدقمة، أسرع طريق إلى الجنة، ما في إلا الدقمة، عند الحريات تشيل فيه، هذا شيء ما الله أكبر، صلى الله عليه وسلم، شدعوني بالثبات يا أخوان، الله أكبر. هذا هو نتاج فكر سليمان العلوان ومحمد الددو وغيرهم من دعاة الفتنة والضلال، فهم البوابة الأولى لانتحار الشباب وإزهاق الأرواح المعصومة وتفجير المساكن والمجمعات السكنية باسم الجهاد في سبيل الله، والنتيجة هي ما ترونه من إزهاق للأرواح تحت ذريعة نصرة الإسلام والإسلام. فيما نقول أن ما يحصل من هؤلاء من فتنة ينبغي ابتزالها واجتنابها وعدم الخوض فيها وإنكارها، وهل يدل على جهل منه أو فساد في منهجه؟ هذا الكلام لا يصح، ما يجب السكوت عنهم ولا يجب عدم الخوض، يجب بيان ضلالهم وبيان أخطائهم حتى لا يغتر بهم غيرهم. أما إذا سكتنا عنهم سرى شرهم في شباب المسلمين، فلا بد من الوقوف في وجوههم وكشف شبهاتهم ورد باطلهم حتى يفتضح أمرهم. الله جل وعلا رد على الكفار والمشركين والمنافقين ولم يترك شبهاتهم تروج على الناس، بل أبطلها سبحانه وتعالى ورد عليها في محكم كتابه لأجل أن لا ينخدع بها من ينخدع من الناس. هذا يقول بعض الناس يدافع عن هذه الفئة الضالة ويقول بجانب ما حصل منهم من هذه الأعمال أن لهم حسنات يجب أن تذكر. ما هي الحسنات؟
تهديم البيوت وتقتيل وترويع وإتلاف الأموال وقتل المسلمين والمعاهدين، هذه حسناته ما لهم حسنة ظاهرة. أما فيما بينهم وبين الله فنحن لا نعلم الغيب، لكن ظاهرهم أن ما لهم حسنات ظاهرة. والذي دافع عنهم هذا يكون مثلهم، ترى حكمه حكمهم، وإن كان أنه ما خرج معهم ولا فجر معهم، إذا كان يرى أنهم على حق فإنه مثلهم عند الله ومثلهم في الحكم. فليحذر المسلم من هذا، أنه يكون منهم وهو لا يدري، أنه يدافع عنهم أو يبرر فعلهم أو يعتذر لهم. والذي دافع عنهم هذا يكون مثلهم، ترى حكمه حكمهم، وإن كان أنه ما خرج معهم ولا فجر معهم، إذا كان يرى أنهم على حق فإنه مثلهم عند الله ومثلهم في الحكم. فليحذر المسلم من هذا، أنه يكون منهم وهو لا يدري، أنه يدافع عنهم أو يبرر فعلهم. حكومة طالبان حكومة إسلامية تمثلت فيها حقيقة الإسلام، وقد هدموا كثيرا من القبور وحطموا الأصنام، وهم في عمل دائم في توجيه الجهال وتوعيتهم والدعوة إلى التوحيد، وهم غير مبرئين من مظاهر بعض البدع وشيء من الشرك في بعض البلاد بسبب قلة العلم وقلة الدعاء. والحكومة دائما تناشد الدعاء والمصلحين في دعوة هؤلاء الجهال وتعليمهم، وهذه المظاهر الجاهلية لا توجد في قادتهم ولا تحميها الحكومة بخلاف البلاد الأخرى المنسوبة للإسلام، ففي شيء من هذه المظاهر الشركية والدولة تحميها. زيادة على هذا، البلاد العربية كلها تحكم غير شرع الله، تحكم بالطاغوت والقوانين الوضعية، وهي متحالفة أيضا مع نظام هيئات الأمم، وهذا لا يوجد في حكومة طالبان. فهل العدل والإنصاف بين هؤلاء وهؤلاء؟